يجتهد أهداف فريقه نقاطا غالية، لكنه كان مميزا في الصناعة والتسجيل والاحتفال، فما ترك لنا هامشا في الاجتهاد. أندرسن تاليسكا العالمي رجل الجولة. ما اهتزت شباكه إلا مرة بركلة جزائية، العيون عليه، فتركة المغادر محمد العويس بين الخشبات ثقيلة، فعل كل ما بوسعه وما أخطأ مرة واحدة في 90 دقيقة. خلال الجردة سيكون له تدخل جبار أهدى لفريقه نقطة في نهاية المطاف. محمد الربيعي، حارس الأهلي، حارس الجولة.